صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يقول في هذه الآية نص صريح وفي غيرها من الآيات التي تدل على كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فما هو توجيهكم في من يقول إن أهل الكتاب ليسوا بكفار وأنهم أهل دين سماوي؟ كما سمعتم في الدرس أن أهل الكتاب على صنفين: صنف مؤمنون ثابتون على الإيمان، منهم من مات قبل البعثة على إيمانه وصدقه، ومنهم من أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، وأما الصنف الآخر فهم الذين كفروا من أهل الكتاب ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لا يؤمن بعيسى عليه السلام. فهؤلاء هم المعنيون في قوله الذين كفروا من أهل الكتاب. نعم.